هناك مسجد في قرية، وهذا المسجد صغير، وأمام هذا المسجد بيت الإمام، ويبعد عن المسجد عدة أمتار. سمعنا أن تحت هذا البيت الذي فيه الإمام، سمعنا أن تحته قبر أو قبرين، مع العلم أن القبور قبل بناء المنزل. نسألكم الآن لو تكرمتم، ما حكم الصلاة في مسجدنا هذا، وكيف تنصحون هذا الإمام، وماذا يتصرف في بيته؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان البيت منفصلا عن المسجد والمسجد خالي من القبور، إذا كان المسجد خاليا من القبور والبيت منفصلا عن المسجد الذي تزعمون أن فيه قبورا، فالصلاة في المسجد لا بأس بها ولا محذور فيها. أما إذا صح أن بيت الإمام مبني على قبور، فإنه يجب النظر في هذا من قبل المحكمة الشرعية أو من قبل ولاة الأمور الذين يتولون الأحكام الشرعية، لأن ينظروا ويتحققوا في هذا الكلام، هل هذا البيت مبني على قبور؟ فيجب إزالة البيت وبقاء القبور على ما هي عليه، لأنهم سبقوا إلى هذا المكان ودخلوا فيه، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم ويبني فوقهم بناء أو يتطرق على قبورهم ويجعلها طريقة. القبور لها حرمة، على صلى الله عليه وسلم حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.